علاقتنا ببلدنا دي انا بشوفها صله رحم. انا راجل دخلت الجيش وانا عندي 28 سنه، كان الجامعه بتاجل لي حتى سن 28، وكل المحيطين بيا في مجالي الفني قالوا لي ما تقدمش في الجيش، سنك هيوصل 30 سنه تروح تدفع 3000 جنيه وتاخد الشهاده ومن غير ما تتعب نفسك يعني. ففكرت لقيت ان لا، يعني دي صله رحم، يعني انا ده حق. انا عايز مش عايز بعد 20 سنه ابقى بتكلم عن بلدي واحد يقول لي انت خدمت في الجيش ولا لا، ساعتها هيبقى شكلي واحد.